بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم درسا جديدا من دروس اللغة العربية. يا ترى ما موضوع درسنا اليوم؟ احذف الكلمة المكررة واستنتج عنوان درس اليوم. الكلمة المكررة سنقوم بحذفها، والكلمة الغير مكررة هي عنوان الدرس. كتب، هل هي مكررة؟ نعم، أحسنتم، نقوم بحذفها. قرأ، هل هي مكررة؟ نعم، بارك الله فيكم، نقوم بحذفها. درس، هل هي مكررة؟ نعم، ممتازون، نقوم بحذفها. نجح، هل هي مكررة؟ نعم، أنتم متميزون، بارك الله فيكم. كلمة التعبير، هل هي مكررة؟ لا. إذن هذه هي الكلمة الأولى من عنوان درسنا اليوم. الكتابي، هل هي مكررة؟ لا. إذن هذا هو عنوان درسنا اليوم، التعبير الكتابي. عنوان درسنا اليوم، التعبير الكتابي. أهداف الدرس: يتوقع في نهاية الحصة أن يكون الطالب قادراً على أن يتعرف العادات الصحيحة للكتابة، يكتب بطريقة صحيحة، يكتب اسمه ثلاثيا بخط نسخ مقروء، تكتب اسمك بخط جميل ومقروء. نشاط واحد، تعبير شفهي. أولا سنعبر عن الصور، ثم بعد ذلك سنكتب اسمنا. ألاحظ الصور وأعبر شفهيا. هذه صورة للأسرة الجميلة يا أحباب، أسرة حمد. حمد يحدثنا عن أسرته. الأسرة أجمل شيء في الحياة، معها نلعب ونمرح ونقرأ القصص ونأكل. مع الأسرة نحس بالأمان. الأسرة، الأم والأب، يدرسون لنا، يساعدون في كتابة الواجب، يحافظون علينا. فهذه صورة لوالد حمد وهو يقرأ معه قصة جميلة. أما الصورة الثانية فيكتبون الواجب ويذاكرون. والصورة الأخيرة يجتمعون بالعائلة في بيت الجد، العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة، وهكذا يستمتعون بالأسرة الجميلة. فالأسرة هي أجمل شيء في الحياة. نأتي إلى التدريب الثاني، وهو العادات الصحيحة للكتابة، لأننا سنكتب التعبير عن الصور. عبرنا شفهيا، والآن سنعبر بالكتابة. من العادات الصحيحة للكتابة الجلسة الصحيحة، تجلس هكذا بطريقة صحيحة، تمسك القلم أيضا بطريقة صحيحة. القلم يمسك بثلاثة أصابع، الوسطى والسبابة والإبهام، ولا تضغط عليه بقوة، اضغط على القلم برفق. أيضا في أولاد يمسكون القلم بطريقة خطأ، هذه كلها طرق خاطئة لمسك القلم، لأنها تؤلم اليد وقد ينكسر القلم ولا يكون الخط جميلا أبدا. أيضا تنتبه إلى أن هناك حروفا تكتب على السطر، مثل حرف الفاء، فاء يكتب فوق السطر، وهناك حروف تكتب أسفل السطر مثل حرف الراء، وهكذا. هذه أمثلة للحروف، منها ما يكتب فوق السطر ومنها ما يكتب تحت السطر. وتذكر دائما عزيزي الطالب أن تمسك القلم بطريقة صحيحة حتى تكتب بخط واضح. الآن افتح الكتاب صفحة 50. سنقوم بكتابة الاسم. أنا أكتب اسمي. عندنا أولاد ما شاء الله عليهم مجتهدون ومتميزون، يكتب هذا النشاط بخط واضح جدا. فهذا هو الطالب حمد جاسم الكويسي، يكتب أول شيء اسمي حمد، أبي جاسم،
عائلتي الكبيسي، عمري 5 سنوات، وهكذا. فهذه هي البطاقة التي سنقوم بملئها. من الطلاب المتميزون أيضا جبر، كتب عجبر: اسمي جبر، أبي علي، عائلتي الجعيدي، عمري 7 سنوات. فعندنا ما شاء الله طلاب متميزون جدا وخطهم رائع. أيضا مثل زميلنا عبد العزيز، بس هذه جاهزة. طبعا أفضل شيء إن احنا نكتب بالقلم، نكتب بيدنا. عبد العزيز عبد الرحمن العنزي: اسمي عبد العزيز، أبي عبد الرحمن، عائلتي العنزي، عمري 5 سنوات. وأخيرا الطالب عبد الرحمن خالد المريخي: 5 سنوات. فماذا سنفعل نحن؟ سنقوم بملء هذه البطاقة. أول شيء ألصق صورتي وأكتب هذه البطاقة الشخصية: اسمي، اسم أبي، اسم عائلتي، وعمري. عندنا مثال لطالب متميز، سنرى من هو الآن. أول شيء اسمي، تكتب اسمك محمد، يبقى الطالب اللي معانا المتميز اسمه إيه؟ محمد. اسم أبي غانم، محمد غانم. اسم عائلتي النعيمي، محمد غانم النعيمي، من الطلاب المتميزون. عمري 6 سنوات. ثم أضع الصورة هكذا. يبقى إذن هذه بطاقتي الشخصية. نأتي إلى غلق الدرس باستخدام من سيربح المليون. سنجيب عن الأسئلة، إما سؤال واحد وإما مجموعة من الأسئلة، إذا أجبنا عنها سنفوز بالمليون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله جميعا. السؤال: كيف أمسك القلم؟ هل أمسكه بإصبعين فقط؟ هل أمسكه بثلاثة أصابع؟ هل أمسكه بأربعة أصابع؟ من شاطر يقول: ما شاء الله كلكم ممتازون، بثلاثة أصابع. أحسنتم، بارك الله فيكم، بالوسطى والسبابة والإبهام. وبهذا نكون قد فزنا جميعا. بارك الله فيكم أبنائي الطلاب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.